بعد ما مات قعدتي قد ايه على قبره بقى؟ احكي لي، كل يوم بتروحي ولا قعدتي لا كل جمعه كنت بروح، كل جمعه كنا بنروح، بتروحوا كل جمعه وفرقنا عليه رحمه، وفرقنا عليه رحمه وتوزعوا رحمه عليه، وطلعنا رحمه عليه. بقيت اخد ابوه واروح. ايه اللي حصل بقى؟ بعد ما صلي الجمعه اروح رايح المقابر. طب ايه اللي حصل؟ احكي لي انت اللي حصل. اللي حصل بالظبط في يوم 10، يوم 10 11 10 11 ايوه بالليل بعد العشاء بيجي ساعه كده، انا قاعد قدام البيت، فوجئت باخ من اخواتي جاي معدى عليا، قال لي محمد عادل جه وراي. طبعا انا قاعد بشرب كوبايه شاي، واخويا جاي بيقول لي محمد عادل جه وراي، ومحمد عادل احنا دفنوه بايدينا. انا مش مصدقه طبعا، كلام اللي هو بيقوله كلام ما يخشش العقل، لغايه ما فوجئت بعربيه ميكروباص راحت واقفه قدامي، ونازل منها خمس ست شباب، ومحمد المبروك افندي نازل منها لابس لبس ابيض كده وشنطه بلاستيك في ايده. طبعا انا خفت بجد، حاله رعب، مش دي محمد طبعا، حد تاني، عفريت وليكن، حاجه بتتخيل لي انا ان انا في ناس واقفه حواليا وعربيه. انا حسيت ان ايه الموضوع بيتخيل لي انا، ان ابن اخويا بيكلمني ان الجماعه نزلوا من البيت الناس. فبدات ايه حسيت برجفه، يعني برعشه في جسمي كده، وقلبي حسيت مش مظبوط، فانا خفت. انت ده كان انطباعك. ابوه شافه امتى بقى؟ بعدها على طول ليلتها، ما هو كان طالع برضه. انا كنت لما شفته قلت ايه؟ انا ما طلعت، بس لقيته نزل من العربيه، ولقيت الناس منمومه حواليه، ولقيته بيترعش، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك يا رب ان هو رجع بالسلامه، ولقيته عاوز يجري كده خاف من الناس، رحت جاي قفشه، ولقيته بيترعش، رحت مطبطب عليه، ورحت جاي حبه، ورحت جاي عبطه. الولد كان بيترعش جامد قوي. طب حضرتك لما جالك الخبر ده صدقتي ولا ما صدقتيش؟ ما بقتش مصدقه، انا دفنته وخدت عذاب وخلاص. طب لما شفتيه حصل ايه؟ شكيتي ان هو ولا مش هو؟ اما رحت عليه كده يعني بقينا خايفين بصراحه، يعني حد بيلمس حاجه، بقينا نلمسه، بقينا خايفين. وبعدين لما اتحققت منه رحت واخداه في حوض، اما الناس بقى الدنيا بحالها اتلمت. يعني كنت فين يا محمد الفتره دي؟ في العاشر. في العاشر؟ بتعمل ايه؟ شغال. وايه اللي خلاك تسيب البيت؟ عاوز اشتغل. عايز تشتغل؟ طب لما سبت البيت ما فكرتش تكلم امك وابوك طول الفتره دي خالص؟ مش معايا تليفون. مش معاك تليفون؟ لا. طب ايه اللي رجعك؟ نزل اجازه. نزل اجازه؟ طب هل انت نما الى علمك طول الفتره اللي انت كنت سايب فيها البيت وابوك وامك ما يعرفوش عنك حاجه انك انت مت في نظرهم، وان في واحد تاني اتدفن مكانك؟ حد حكى لك الموضوع ده؟ لا. يعني انت لما رحت هناك ما كنتش تعرف ان في حد مات؟ لا. وانك انت طلعت لك شهاده وفاه؟ نزل طبيعي. ها؟ نزل طبيعي. ما عرفش حاجه. نزل طبيعي. نزل طبيعي. ما عرفش حاجه خالص. لقطوه بقى من على الموقف وراحوا جايبينه بقى فرحانين بيه بقى اللي ده من الشغل. طب عملتوا ايه لما عرفتوا ان الناس كلها عرفت وطلعتوا له شهاده وفاه وبعدين امال مين اللي انتوا دفنتوه بايديكوا هناك ده؟ الله اعلم. يعني نحمد ربنا يا دكتور عمرو ان احنا بيتنا في الزراعه، وهو جاي بالليل بعد العشاء كده بساعه ما قابلش حد ماشي على رجليه، هو كان ماشي على رجليه ولا حاجه. كان موت له 10 وهو جاي بسكته القلبيه. نحمد ربنا ان ربنا سترها معانا برضه. اللي الناس مسكوه في النور بره ما بقاش متخيلين، وشباب برضه زيه اللي جابوه وجابوه لحد الدنيا بحالها اتلمت. احنا معانا فيديو اظن يا جماعه. معانا يا احمد فيديو لوصوله صح؟ ده امتى الفيديو ده؟ اتصور فين؟ كنت فين يا محمد؟ اول ما جه برضه. اول ما نزل ابوه اللي مسه ده مشكوره، لانه كان خاف وجري برضه منا، كان بيترعش، هو خاف منا واحنا اترعبنا منه، هو خاف وجري. انا عمو ذنب منا ولا ما؟ الحمد لله، لا اله الا الله، يعوض عليكم ربنا في اللي صرفتوه بقى. الدنيا اتحلقت يا طبعا، نوى جيب السلام يا ست بتعير. انا امال اروح اخد ماسكه يا دكتور؟ كنت لابسه طب اهل البلد عملوا ايه لما شافوك يا محمد؟
خمس دقايق يا دكتور والدنيا بحال، احنا بلدين جنب. طبعا هو مش فاهم حاجه خالص، هو جاي مش هو فاهم الاستقبال الرهيب ده. خمس دقايق يا دكتور عمرو، وكانت بلدين مقلوبين، ثلاث بلاد حوالين مقلوبين قدام البيت عندنا. طب انا اسف، ما عرفتوش بقى انتوا دفنتوا مين في المقبره بتاعتكم؟ لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. لغايه دلوقتي لا، ما حدش بقى. الجهات المعنيه طبعا هي هتتصرف في المشوار ده عن طريق التحليلات، واحنا عملنا التحليل بتاعنا. محمد عمل تحليل وابوه عمل تحليل، ماشي. فلسه الجهات المعنيه تحليل ليه؟ هي هتتولى. عملوك تحليل ليه؟ عشان يعرفوا مثلا، ما بيقول لك هو دي ابن عادل ولا مش ابنه برضه. هم خدوا منه تحليل دي ان ايه؟ عشان يتاكدوا ان هو ابنك. ان هو اتاكد. طب هل النيابه فتحت المقبره او الجهات المعنيه فتحت المقبره ونظروا الجثه؟ لا دي شغلهم بقى، هم لسه بقى براحتهم. يعني هو مدفون عندكم لسه لغايه دلوقتي؟ مدفون عندنا. طب انت عملت ايه في شهاده الوفاه اللي طلعت له دي؟ عملت ايه؟ محمد هنا ميت. ما هو ميت لسه بقى، الاجراءات القانونيه بقى. يعني محمد لغايه دلوقتي لسه ميت؟ لغايه دلوقتي لسه ميت. لسه ميت دلوقتي. بعد التحليل هيبان بقى حاجات لسه هتسوا علينا، يكلمونا نعمل ايه، الاوراق اللي احنا نعملها. يعني محمد اللي قاعد معايا ده في نظر الحكومه ميت. بقى ميت. ومعايا شهاده وفاته. لا ما فيش ولا بطاقه ولا مؤاخذه ولا شهاده ولا في اي حاجه خالص عملناها لك. يعتبر وقع مع السيستم كده، ما ميت. وقع من على السيستم بتاع الدوله. وده عشان يرجع تاني على قيد الحياه هتعملوا ايه؟ مش عارفين لسه، القضاء اللي هيقول لنا على الله سرع الحال. انت متاكد ان ده محمد؟ انت متاكد ده محمد؟ ايوه يا دكتور. انت متاكد ده محمد؟ وكيل النيابه سأله، قال له لو انت بسالوك شويه اسئله عشان يتاكدوا انك انت محمد. سالوك ايه؟ انت محمد؟ قلت لهم هتبرجلنا ليه يا دكتور عمرو؟ انا عايز اخلص من الحوار اللي انا فيه ده محمد ابن اخويا. وتعمل له بقول لك ايه؟ اتفضل. انت قلت لي اللي انت شهدت 10 ايام قاعد قدامه على الازاز في المستشفى محمد حقيقي، وامه تقول لي ده محمد حقيقي، وابوه يقول لك ده محمد، بل ده غسلتوه وهو اللي مغسله بايده وهي بصت عليه وقالت محمد. حقيقي حصل. ازاي؟ شبهه بالظبط. إرادة ربنا يا دكتور. شبهه بالظبط. بنفس الطول. والله بنفس. اصل بص، ممكن العم يعني لا تتوه منه حاجه، العم تتوه، لا هو ولاد العم يتوه، لكن الام قبل الاب دي حافظه، دي شماه، دي حافظه حته حته فيه. ما حدش فيكم كده، سالتكم ما حدش فيكم شك لحظه ان ده محمد او مش محمد؟ لا. اللي اتدفن. طب ايه رايك يا دكتور ان مفيش حتى حصل نسبه شك او خطر على ده موضوع بيفتح سؤال، او خطر على هو ده محمد فعلا ولا اللي هناك ده محمد؟ لا ده محمد. ايش عرفك؟ هو الدي ان ايه تلات لسه هتطلع على اخر الشهر. ده لا نتيجه الدي ان ايه لسه هتطلع، بس هو ده محمد. طب في اماره ان هو محمد؟ هي امارته كانت نفس الحته اللي متعوره فيه زي بالظبط. طب ما كانت موجوده في التاني؟ ما كانت موجوده في بره. بس ايه تاني غير ده يقول ان ده محمد؟ لوطه تندخل بقى له 14 ايام في المستشفى، وتاني الدهازات على بقه، واحنا قلنا ده محمد، هو ابننا بالظبط. وقمنا بالوضع ده. انا بسالك، قول لي يا محمد، ده تعرف عنهم حاجه؟ تعرف عنهم ايه؟ ده امي، ده ابويا. لا غير ابوه، امك وابوك، انا عارف ان هو مقبول. احكي لي كده اي حاجه احنا ما نعرفهاش عنهم هم يعرفوها. حاجة قديمة. طب أبوك بيحب ياكل إيه؟ أي حاجة. طب أمك بتحب تاكل إيه؟ أي حاجة. طب أبوك آخر مرة ضربك كان إمتى؟ أنا ابني خالص. خالص؟ خالص. ما ضربكش خالص؟ نعم. أنتوا متأكدين ده محمد؟ أنا متأكد إن دي محمد. وإيه اللي مخليك متأكد؟ إيه اللي مخليك متأكد؟ والله متأكد والله. طب ما انت كنت متاكد ان اللي دفنته كان محمد. لا هو دي محمد. اشمعنى ده محمد؟ ولا الحقيقه ان هو ان دي محمد. في غيبيات يا دكتور عمرو، في غيبيات يا دكتور عمرو. الانسان مشكوك على فكره. انا مش بشكككم، انا مندهش ان كنتوا دفنتوا واحد على انه محمد وانتوا ابوه وامه. انا عارف ان ده محمد. بس انا عايز اعرف انتوا ازاي دفنتوا واحد على انه محمد وهو مش محمد. الكلام ده لو كان اتدفن وانتوا رحتوا حضرتوا الجنازه قالوا لكم دفنوه، لكن انت مغسله وانت مغسلاه ومكفنينه بايديكم وحاطينه في القبر.
ازاي سهى عليكم ده محمد؟ امر الله في نافذ، ربنا امر الله نافذ. وانتوا عندكم غير محمد كم كم واحد؟ في عمرو، في عمرو، في عمرو. يعني عندك اثنين بس؟ اه اثنين وبيت، اثنين وبيت واحده. اثنين وبيت واحده؟ اه. عموما الحمد لله على السلامه يا محمد. الله يسلمك.